أكدت نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن قانون 149 لعام 2019 بشأن العمل الأهلي متوازن. وأضافت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الرئيس السيسي دعم المجتمع المدني بشكل كبير سواء معنويا أو ماديا كشريك للحكومة في التنمية. مناقشة مواد قانون 149 ل 2019 هي جلسة غاية في الأهمية. الحقيقة احنا يعني بنحاول نكون متوازنين في حكمنا على الأمور، فكرة انه القانون به بعض الأشياء اللي احنا بنقترح تعديلها أو بعض الأشياء اللي احنا بنقترح إضافتها، هذا لا يعني ان القانون قانون سيء، بالعكس هو قانون ده احنا بنوجه الشكر الحقيقة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، لأنه يمكن كان عندنا قانون رقم 70 لعام 2017 واللي شهد جدل كبير جدا، لانه كان به مجموعه من المعوقات للعمل الاهلي، معوقات حقيقيه كانت بتعوق العمل الاهلي في مصر، ويمكن جاء عليه ملحوظات من داخل وخارج مصر كمان من المجتمع الدولي، ولكن الرئيس بدعوه من احد شباب البرنامج الرئاسي في منتدى شباب العالم الحقيقه وجه انه يعاد تاني حوار مجتمعي موسع حوالين قانون العمل الاهلي، والحوار المجتمعي ده نتج عنه قانون 149 لسنه 2019، والحقيقه جاء بشكل كبير جدا قانون متوازن، قانون بيدينا مكتسبات حقيقيه في مفهوم حريه العمل الاهلي في مصر وحريه اشهار الجمعيات الاهليه في مصر. ادى مميزات كتير جدا، ادى تسهيلات كتيره جدا، يمكن كمان كان من ابرز المكتسبات اللي فيه انه هو يعني ازال كل العقوبات السالبه للحريات في العمل الاهلي، وده الحقيقه كان شيء مهم جدا جدا جدا، وبيخلي الناس تتشجع اكتر على فكره ان هي تنظم عملها المجتمعي من في اطار من الشرعيه القانونيه، في اطار جمعيات ومؤسسات اهليه، وينظم عملها قانون 149. ولكن يعني زي ما بنقول ان احنا طول الوقت بما انه يعني سقف الحريات مرتفع في الجمهوريه الجديده، وما بقين ان سياده الرئيس الحقيقه في 2022 دعم كبير جدا للمجتمع المدني، واعلن ان 2022 عام المجتمع المدني، ومن هنا جاءت فكره التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وعزز على ده بطول الوقت بدعم سواء معنوي او مادي للمجتمع المدني باعتباره شريك للحكومه وداعم في كل خطط التنميه المستدامه. فده يمكن خلانا يبقى عندنا شجاعه ان احنا نطلب المزيد من المكتسبات، المزيد من الحريات، المزيد من الدعم للمؤسسات.